تقدم فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي في خطبتي الجمعة بجزيل الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرصهم الكبير للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية على الأسر المنتسبة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها للشهر الفضيل. نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة على حرصهم الكبير للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية على الأسر المحتاجة من المواطنين وإعانتهم على مواجهة الأعباء المادية وتوفير احتياجاتهم ومستلزماتهم للشهر الكريم بما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة، حيث أمر جلالة الملك حفظه الله كعادته السنوية بصرف مكرمة رمضانية لجميع الأسر المنتسبة والمسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ووجه جلالة المؤسسة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة.